الواحد ازاي بقى عنده 40 سنة؟ جيل التمانينات ده جيل عظيم، أراهنكم ان اغلبنا ان ما كانش كلنا لسه جواه روح الطفل بتاع زمان. مش عارف اكبر يا ناس، مش مستوعب ان انا بقيت في منتصف العمر. ده اللي هو ازاي ده؟ مرة واحدة كده ببص لقيت نفسي في منتصف العمر. احنا جيل عدى عليه تقريبا كل حاجة تخيلناها وما تخيلناهاش. يعني انا مثلا يوم ما اتولدت رغيف العيش غلي من قرش الشلال جايب خيري. وتتوالى الاحداث بقى من زلزال كبير لسيول لثورة في قنوات تلفزيون، ألفية جديدة لظهور موبايل، ثورة في انترنت، ثورتين في مصر كام رئيس، احداث كتير جدا. وبرضه لسه جوانا منظر الطيارات اللي كنا بنعملها بالبوص واكياس البلاستيك في السماء. لسه جوانا لعبنا في الشارع لحد الليل وهدوم العيد والالوان الخشب وكراسه الرسم. ريحه المحشي بتاع امي وانا راجع من المدرسه في يوم شتوي غرقان ميه تقلبه في طبق كبير والبخار يبقى طالع منه من كل حته. نقعد ونتجمع حوالين الاكل قصاد مسلسل ذئاب الجبل، وساعات كان يبقى المال والبنون. لا يا عم انا مش جاي معاكم، اكبروا انتوا، انا افضل قاعد هنا.